الأسر ما فهمتوش. داكور. والفوكو هو النقل غير قانوني. داكور، دوك نهضر على الفوكو ونهضر على الأسر. الأسر دقيقة. نعم داكور. الأسر برك هي بار اكزامبل هنا. قلنا بالنسبة للأسر، قلنا الكافالي قدر يتحرك على شكل L أو على شكل، قلنا مربعين نفس الاتجاه ومربع بزاوية، داكور؟ هذه الحركة تاعه. الأسر إنه المربع اللي هو جي 5 الكافالي قادر يروح له سواء كان عليه بيون ولا ما كانش، يعني لو كان لعبنا هكذا الكافالي قادر يروح الجي 5، داكور؟ عمود الجي أستاذ ليكرون ماهوش يبان خلاص. داكور، بالك ما صلحش الاول، دوك نشوف كيف قادر ندير. داكور وي هكذا بان، وي هكا يبان. ميرسي. وي ديزولي سامحوني، حطيته بان من الاول. داكور معلش. هنا قلنا هنا بار اكزامبل الكافالي قادر يروح الجي 5 نورمال، لكن لعبنا اي نقل للاسود داكور كافالي يروح الجي 5 نورمال داكور، هاي حركه عاديه صح، لكن كاين قطعه للخصم على الجي 5. هنا الكافالي كيما يروح على الجي 5 البيون هذا يخرج خارج الرقعه ويتم اسره داكور، هذا هو الاسر برك، انه قطعه تحتل المربع يوجد عليه قطعه للخصم، قطعه الخصم تخرج خارج الرقعه والقطعة تاعي تحتل هذا المربع، داكور؟ أظن مفهوم. سيف نو، الملكة ما عندها أي شيء نورمال، قادر كاين 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 أوبننج كاين أوبننجز أو افتتاحيات رابع كو تروح تروح الملكة نورمال، نكمل اللعبة نورمال، داكور؟ أو الوزير. تعادل، تعادل هو اليوم غدوة إن شاء الله راح نحكي عن الحالات الفوز والتعادل، أو اليوم راح نحكي عن حالات الفوز والتعادل إكزاكت بجميع صورها. بالنسبة للفوكو، الفوكو هو أي نقلة غير قانونية، بمعنى أي نقلة غير قانونية. بالنسبة للنقلة غير قانونية والفوكو هي فور إكزامبل كيما تلعب أنت هنا البروجرام ما يصلحش إنك تلعب نقلة غير قانونية صح، لكان انت قاعد تلعب مع واحد ودرت الكافالي هنا، هي النقل الصحيحه كافالي اشتروا، لعبت كافالي هنا على الاشكال داكور، هو نقله غير قانونيه باسكو مش هكذا يتحرك الحصان داكور، هي نقله غير قانونيه تدي عليها انذار، انذارين تخسر اللعب. كاين اي سؤال خلاف؟ نورمالمون نو داكور. نبداو في الحصة تاع اليوم، بسم الله. تمام، هلا في الأول نحكي حاجة بسيطة، كاين عباد هنا ما يعرفوش الشطرنج خلاص، وكاين عباد يعرف الشطرنج شوي، كاين بالك بزاف ما نعرفش إكزاكت داكور. بصح باه نقولوا حاجة، دوك اللي يعرف الشطرنج أو اللي يلعب شطرنج مليح مش كيما اللي قرا الشطرنج، دونك حنا قاعدين نقرروا في مستوى أول حوايج بسيطة، قادر حوايج بزاف عباد يعرفوهم هنا صح. الجميع راح يستفاد بس المصطلحات وطرق التعلم، وكاين حوايج مهمه جدا صرتوا في الحوايج القوانين مش منتشره بزاف في الشطرنج، كيما مثلا اكل الملك قلت لكم من قبل عندي ثلاث اعوام عباد ياكل الملك داكور. داكور دونك نبدا في السيونس الثاني. في الأول نعرفكم برك على الاتحاد العالمي للشطرنج، تأسس في فرنسا داكور، الشعار تاعه فايت، عنده موقع رسمي على الإنترنت موجود عليه جميع البطولات الدولية، موجود عليه جميع اللاعبين الدوليين، عنده بروفايل خاص فيه داكور، حتى أنا عندي بروفايل خاص فيه،
وتابع له اتحادات بزاف العالم داكور، وعنده بطولة كأس العالم دائما في جميع بجميع السرعات او بجميع اللي نسميه الكادونس او كاين كل نوع شطرنج مختلف. داكور، دونك احنا اليوم راح نبدا بالنقلات الخاصه او نقلات لا تتبع الشروط الدائمه. داكور، عندنا اول نقله خاصه وهي التبييت. التبييت هي نقله بيتم فيها تحريك قطعتين بنفس الوقت. احنا ديما كيما كنا نلعب من قبل كنا نحركوا بيس واحد برك فو او كافالي او دام، هنا نحركوا الروا والتور داكور مع بعضهم. هذه حركة بسيطة، الهدف منها حماية الملك في الأكثر داكور، الهدف منها حماية الملك. كاين شروط بزاف للتبييت، ما احنا ان شاء الله في البراتيك راح نفهمه كامل داكور. هنا شروط التبييت مهمة بزاف داكور، بس ما كانش عباد بزاف يعرفوها اكزاكت. التبييت احنا عندنا هذا بوزيشن، عندنا القلعة في مكانها الأصلي والقلعة الثانية مكانها الأصلي والملك في مكانه على عمود الإي داكور. التبييت ببساطة هو تنقل الملك مربعين باتجاه القلعة، مربعين باتجاه القلعة، من ثم القلعة ترجع جنب الملك مربع واحد. يعني الملك بيتحرك قطع مربعين باتجاه القلعة والقلعة تأتي في العمود التالي للملك داكور. هذا حركة خاصة التبييت. نفس الشيء الملك مربعين باتجاه القلعة والقلعة تجي في العمود التالي للملك داكور. أتوقع أنها بسيطة وسهلة، صح؟ كاين شروط بزاف للتبييت. كاين حدا يعرف شو هي الشروط تاع التبييت؟ كاين اي لاعب عنده اي معلوم عن شروط التبييت؟ داكور، التبييت في الاول ممنوع انه يكون الملك متحرك قبل هكذا ولا ممنوع القلعة. بمعنى درك احنا لو نلعبه فور اكزامبل الملك هنا، من بعد نلعب القلعة نلعب الملك خصم نرجع هنا هكذا، احنا لعبنا ورجعنا للوضع الاصلي صح. الفكرة انه الملك تحرك عن المربع اللي كان عليه داكور. هنا ممنوع التبييت بس الملك ديجا تحرك، يعني التبييت ممنوع يكون الملك متحرك او القلعة متحركة داكور. هاي اول قاعدة. ثاني قاعدة ببساطة أن يكون المربعات ما بين الملك والقلعة فارغين، تمام؟ هذه أهم قاعدتين، وهذه أتوقع كاين أي لاعب شطرنج يعرفها، صح؟ كاين قواعد خلاف دوك نشوفوها. أول قاعدة أول ثاني قاعدة وهي أن الملك ممنوع يكون تحت حالة كش ملك، يعني في هذه الحالة ممنوع التبييت لا على الجهة القصيرة ولا على الجهة الطويلة داكور. على بس كل ملك في حالة كش، لازم نحمي الملك من الكش، من بعد إذا كانت دون البيت نبيت داكور. هنا القاعدة الأولى تعرفناها ممنوع الملك يتحرك، القاعدة الثانية قلنا إنه لازم يكون المربعات فارغة ما بين الملك وما بين القلعة، ثالث قاعدة الملك ممنوع يكون مهدد داكور. هنا الملك غير مهدد والملك لحماية الملك صحيح، بصح كما يكون تحت إشاك ممنوع يبيت. هذه قاعدة في الشطرنج، يعني مش كلش قادر يكون له تفسير، يعني معناها خلاص كما يكون كاين حاجة لها شروط، بس كاين بزاف بزاف حالات الإشيك هاي تدير ديفرنس بزاف داكور، وكاين فيها فرق الوقت بزاف داكور. هنا بعد الملك غير مهدد داكور وقادر يتحرك نقلتين ويبيت، سهلة نورمال.
هذه على جناح الوزير او بنسميه هنا تبييض طويل باسكو كاين مسافه طويله. صح، كاين حاجه مهمه انه هذا المربع، هذا المربع احنا الملك عندنا يتحرك مربعين صح باتجاه القلعه، هذا المربع يقول انه الملك يتحرك عليه داكور، دونك ممنوع يكون مهدد. في هذه الحاله المربع هذا مهدد من القلعه من الفيل داكور، اذا ممنوع الملك يبيض. وهون تعتبر نقله قانونيه حتى الكمبيوتر مش قابلها داكور، علاه باسكو المربع اللي راح يتحرك عليه الملك هو مربع مهدد، مفهوم؟ نجي هنا بعد كيف كيف الملك غير مهدد، القلعة غير متحركة، المربعات فارغة صح، عندي دي آ والإف آ راهم مهددين داكور، إذا ممنوع التبييض سواء قصير ولا طويل. علاه؟ بس كل مربع اللي هو الدي آ فور إكزامبل مهدد من قطة من قبل قطعة الخصم، ممنوع الملك يتحرك عليها داكور. كيف كيف هنا تقريبا كيف كيف، يعني هنا الملك غير مهدد، قلاع في بلاصتهم كلش نورمال. المشكل انه كي نحب نبيت عندي الملك مهدد، بس هو عندي قلعة تأتك هنا، عندي فو وعندي دام هنا، القلعة الملك ممنوع يبيت قصير وممنوع يبيت طويل في زوج، علاه بس كل مربع اللي راح يكون عليه الملك مربع مهدد داكور. يعني كاستنتاج نهائي، كاستنتاج نهائي عندي المربعات التبييض هو حركة الملك خطوتين، حركة الملك خطوتين باتجاه القلعة داكور، المربع اللي عليه الملك ممنوع يكون مهدد، ولا كان مربع مهدد يمنع تبييض قصير أو طويل، المربع اللي يمشي عليهم الملك داكور برضه ممنوع يكون مهددين، اللي يمشي عليهم الملك ممنوع يكونوا مهددين، كي ما يكونوا مهددين ما يصلحش التبييت على البلاصه هذه، يعني كي ما يكون الجي مهدد ممنوع نبيت قصير، كي ما يكون السي مهدد ممنوع نبيت طويل داكور. اي سؤال على التبييت؟ اي سؤال على التبييت؟ لو سمحت، التبييت الطويل كي تعود للقلعة مثلا، تعود في الأوسي الملك في الأوسي والقلعة وين؟ تروح للدي آ هكا؟ تروح للدي آ. أوكي، نحسبها تبقى في بلاصتها داك. هي ديما ديما التبييت، التعريف تاعه الملك مربعين باتجاه القلعة، والقلعة جي خلف الملك داكور داكور. بارك عندنا هنا البوزيسيون هذا، البوزيسيون هذا داكور، قادر البيت فيه ولا نو؟ البوزيسيون هذا تبيت فيه صحيح ولا نو؟ شكون يعرف شويه شطرنج يدير رايز هاند؟ باه نعرفو، بالك سيف نورمالمون قال البارح شويه يعرف. وي وي صحيح، قادر يبيت تبييض طويل او قصير، علاه؟ باسكو احنا قلنا المربعات الخمسه هادو، هادو الزوج ممنوع بيت قصير لكن مهددين، هذا ممنوع بيت قصير او طويل، هادو ممنوع بيت طويل، هادو مربعات غير مهددين، مهدد المربع الاتش والبي والاي نورمال، قادر تبيت نورمال تبيت قصير هكذا او طويل داكور. سهل هنا بوزيشن نورمال، هنا باه نشوفوا كيف خلال بارتي معينه قادر نديروا تبيت داكور، تبيت قصير لازم
وي لازم ما يكونوش متحركين خلال اللعبة كاملة، داكور؟ يعني أول نقلة للروا هي تبييت، داكور؟ أول نقلة للروا هي التبييت، داكور؟ تبييت هنا عندنا نورمال، مش حاجة سهلة، داكور؟ قدم البيت طويل ولا قصير؟ هنا ما نقدرش نديرو تبييت باسكو القلعة ما تاكل الروا، داكور؟ ممنوع التبييت سواء قصير أو طويل، داكور؟ هنا شكون يقول لي مش هو المسموح تبييت قصير ولا طويل؟ أو الزوج، أو الزوج ممنوعين، شكون حاب يشاركنا؟ طويل مسموح نورمالمون؟ طويل مسموح، قصير ممنوع. مسموح. ممنوع على خطره مهدد من الملكة. وي داكور، طويل مسموح، قصير نو. اليوم كاين نورمالمون حوايج بزاف، كاين بزاف حوايج نقراهم لكن قلنا لكن كنا شوية سريعين قادر نقرأ أكثر، ما كناش سريعين حتى غدوة نكملهم، داكور؟ هنا شكون قادر يشارك أو يحب يشارك؟ هنا مسموح طويل قصير في زوج أو ممنوعين؟ ممنوعين في زوج، عندك الحق، الاف ارهم اتاكي، الدي ارهم اتاكي، من الفو من الدام ممنوعين، داكور؟ في زوج ممنوعين. وهنا كيف كيف قصير طويل ولا ما ناش قادرين بيته؟ قصير مسموح وي باسكو ما تاكل القلعة، برك طويل ممنوع باسكو ما تاكل الدقة، داكور؟ هنا كيف كيف قصير ممنوع طويل مسموح، داكور؟ قصير ممنوع طويل مسموح، ونس هذه وي. هنا قصير طويل عندنا برك، احنا ثلاثة يشاركوا، برك سيف سارة وسندس نورمالمون اللي يشاركوا. قصير مسموح طويل ممنوع، طويل مسموح، قصير مسموح وطويل مسموح، وي في زوج مسموحين، في زوج مسموحين. وهنا هنا بنفرقوا بين حاجة مهمة، بين الفوكو اللي قال عليه سيف أو النقل اللي قلنا عليها قبل نفسها النقل الغير قانونية، وبين النقل الصحيحة كاين فرق كبير بين النقل الغير قانونية والنقل الصحيحة. هنا نورمال نقل بالك حتى مليحة وصحيحة وقانونية، هنا نقل قانونية تبي الطبيب صحيح أسوأ نقل ممكن تلعبها له، بس كاين بعدها ديركت يشيك مات، داكور؟ مفهوم؟ كاين ديريكت بعدها اشكمات، الفو راهو حامل الدام ودايره اشكمات، داكور؟ فكاين فرق كبير بين النقل الصحيحه والنقل مسموحه، داكور؟ قلنا التبييت، شروط التبييت ثلاثة، عدم تحرك القطع المستخدمة مسبقا، فراغ المربعات ما بين الملك والقلعة من القطع، أن لا يكون الملك في حالة كش أو يكون أحد المربعات التي يمر بها مهدد، داكور؟ تبييت نورمالمو سهل، الأكل بالمرور أو أون باسان، داكور؟ هي خاصية في الجندي، الجندي متعب
شوية في الشطرنج. هي خاصية في الجندي إنه ممكن يقدر يأسر قطعة، يأسر جندي خلاف بصح بطريقة غريبة شوي. داكور، إحنا راح نحكيها ثيوري كوم ثيوري ومن بعد نطبق عليها شوي. داكور، هنا كيما يكون البيون على الصف الخامس، عندي الأبيض كيما قلنا قبل راهو يبدأ في الصف الأول والثاني. داكور، كيما يكون الجندي الأبيض على الصف الخامس كيما هنا، كيما نشوفوا هنا درك. داكور، أو الأسود، أو الأسود كيما يكون على الصف الرابع وهو الخامس بالنسبة ليه، بس كنا نبدأ من 8 هو الخامس بالنسبة للأسود، كيما يكون الجندي على الصف الخامس. داكور، وخصمي كيما هنا يلعب البيون تاعه زوج خطوات. داكور، على الصف الخامس يلعب خصمي زوج خطوات في العمود المجاور للجندي الخصبي. هنا قالوا انه ما عندوش الحق الجندي الابيض انه يهرب من الجندي الاسود، باسكو انا مديت مساحه بزاف ومشيت بزاف باه اتاكي البيون تاعي، درك كي دز زوج خطوات شغل هرب مني ما نقدرش نديك. داكور، بصح هنا قالوا في النقله التاليه للعب، يعني انا درك لعبت ديكات مديت البيون على الديكات، في النقله كي تجي دوري بعد نقدر نديه شغل كانه تحرك نقله واحده. داكور، نعرف شويه ممكن فيها غرابه، ما درك نطبقها سهله. كيف هنا بار اكزامبل النوار كي لعبنا زوج خطوات، هنا ما حبيتش نديه، لعبت اي نقله، جاء الابيض بعد لعب بيكات زوج خطوات. داكور، هنا كيف قادر نديه اونباسا او الاكل بالمرور. داكور، شوفوا معايا هنا برك ما نقدرش ندي على الدي تروا باسكو راحت لي كيما لعبوا ما لعبناش. درك راح نطبقوا عليها بصح بقى اقل من دقيقه للميتينغ ويقفل، دونك نورمالمون اخت خوله على الميم ليني دخلوا صح؟ نعم استاذ. نورمالمون ميم ليني دخلوا عليها صح؟ باهي يكملوا في ال نعم هي 40 مينوت، درك بقى بالك 30 سكوند ويقفل، درك احنا نحبسوا هنا كي نعاودوا في الميتينغ الجاي نكملوا. داكور؟